بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، برنامج حكاية نجم، أهلا وسهلا بحضراتكم، وتجدد موعدنا من جديد مع نجم جديد. أهلا وسهلا بك يا مي. مساء الخير عليك يا محمد، ومساء الخير على مشاهدين حكاية نجم. زي ما عودناكم ان كل حلقة حكاية نجم جديد، لكن النهاردة نجم مختلف عن اي نجم. شعور غريب لما نتكلم عن نجم محمود الخطيب يا محمد. أكيد طبعا يا مي، تحس إن احنا مسكنا السما بإيدينا لما نتكلم عن كابتن بيبو الأسطورة. يعني أي حد يتوتر من كمية العظمة الموجودة في سيرة الراجل ده. اكيد طبعا يا محمد، معروف ان كابتن بيبو محمود الخطيب هو لعيب مصري اتولد سنة 1954 في قرية تتبع السن بلوين بمحافظة الدقهلية، ومن القرية انتقل وهو طفل صغير مع اسرته الى القاهرة. وبعد كده انضم كابتن محمود الخطيب الى نادي النصر ومصر الجديدة. عندما بلغ 15 من عمره بات اسمه يتردد في المدارس الرياضية، خاصة مع المدرسة الرياضية الخاصة بيه. وافق مسؤول نادي النصر على انتقال محمود الخطيب الى النادي الاهلي بعد ما كان قريب من التوقيع للنادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي، وكان عمر الخطيب ساعتها 16 سنة. وبعد كده لعب كابتن الخطيب هو في سن هو مع فريقه هو في سن 18، وكانت اولى مبارياته امام فريقه السابق نادي النصر، وصعد للفريق الاول واحرز اول اهدافه، او اول كانت اول مباراته الرسميه امام فريق نادي بلاستيك. وفي نفس المباراة سجل اول اهداف ليه، وبعد ذلك توالت الاهداف حتى وصلت عند يوم اعتزاله الى 108 هدف في بطولة الدوري، سجلها في 199 مباراة خلال 17 سنة متصلة في اللعب. وفي سنوات 16 مع الشياطين الحمر فاز ب 10 دوري وخمس كؤوس مصريه، كما صنع التاريخ في المسابقات القاريه حيث سجل 37 هدف في 49 مباراه، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الان. ورفع الخطيب مع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 1982 و1987، وكمان كأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 1984 و1985 و1986. أما على الساحة الدولية، ظهر كابتن الخطيب لأول مرة مع المنتخب الوطني سنة 1974، وشاركها مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية سنة 1980 و1984، وفاز بكأس الأمم الأفريقية عام 1986. وحصل الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب أفريقي سنة 1983 من مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري المصري. وبعد الاعتزال تدرب في المناصب الإدارية في النادي الأهلي من مدير كرة حتى أصبح رئيس النادي الأهلي، وحقق العديد من الإنجازات في مجال رئاسة الأهلي. وطبعا دي حاجة بسيطة جدا عن كابتن بيبو، لأن علشان نتكلم عن كابتن محمود الخطيب هنحتاج تاريخ أكتر من يوم ما اتولد لحد وقتنا هذا. وحاليا أنصاره بيلقبوه برئيس جمهورية الأهلي، وبيعتبروه من أفضل رؤساء النادي على مر التاريخ. وكمان معانا نجم تاني نفس الشعور بالظبط لما نتكلم عنه، لا يقل الشعور عن احنا بنتكلم عن كابتن محمود الخطيب. طبعا نفس العظمه لما نتكلم على ابو كريم كابتن حسن شحاته اسطوره نادي الزمالك ومنتخب مصر. اتولد حسن شحاته سنه 1947 في مدينه كفر الدوار بمحافظه البحيره، في اسره رياضيه، وبدا يمارس الكره منذ كان في سن العاشره وهو طالب في المدرسه الابتدائيه بكفر الدوار. ثم في مدرسه صالح سالم الثانويه التجاريه انضم حسن شحاته في طفولته لنادي كفر الدوار احد انديه الدرجه الثانيه في ذلك الوقت، وبعد مباراته التجريبيه مع منتخب بحري امام ضد المنتخب القومي عرض عليه محمد حسن حلمي مدير الفريق القومي الانضمام للزمالك. ونجح شحاته في اول مباراه ليه مع نادي الزمالك واحرز 3 اهداف، لكن بعد اندلاع حرب يونيو توقفت المسابقه المحليه في مصر، وانضم شحاته لنادي كويتي وحقق عده نجاحات في الكويت، منها حصوله على لقب احسن لاعب في اسيا، ولذلك يعد شحاته اللاعب الوحيد الذي حصل على افضل لاعب في قاره غير قارته الاصليه، وعاد شحاته لمصر ليستكمل مسيرته مع نادي الزمالك. وعلى المستوى الدولي انضم شحاته لمنتخب مصر عام 1969، حيث كانت مباراته الدوليه الاولى هي مباراه وديه امام منتخب ليبيا والتي فازت بها مصر بهدف نظيف. وشارك في 70 مباراة دولية وقرر الاعتزال عام 1983، وحقق شحاتة الدوري المصري ممتاز مرتين وكأس مصر 6 مرات وكأس أكتوبر مرة. وحصل على ألقاب فردية في الدوري المصري 4 مرات، وحصل على ثالث أفضل لاعب أفريقي، وحصل على أفضل لاعب في مصر سنة 1976، ووسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1980. أما كمدرب حقق مع منتخب مصر ثلاثي كأس الأمم الأفريقية وبطولة من دولة الألعاب الرياضية ودورة حوض النيل، وحقق مع منتخب الشباب بطولة كأس أمم أفريقيا، وحقق مع المقاولين 2 كأس مصر وسوبر مصري، وحقق أيضا الصعود من الدرجة الثانية للدوري الممتاز مع 3 فرق، أولها نادي المنيا ثم الشرقية وأخيرا منتخب السويس. وأما إنجازاته الفردية حصل على أفضل مدرب أفريقي مرتين، وتم اختياره من أفضل 5 مدربين من فرانس فوتبول في القارة الأفريقية. وطبعا عشان يعني ان احنا نتكلم عن الروح الرياضيه او ايه نتعلمه من كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب هي الروح الرياضيه. يعني كان في فيديو معروف جدا، نشوف فيديو ونرجع نحضركم تاني. زي ما شفنا الفيديو
طبعا كان بعض من جمهور الاهلي كان بيسيء للكابتن حسن شحاته او بيشتمه، وكان جمهور الزمالك برضه بيشتم كابتن محمود الخطيب، فكان في روح رياضيه جدا من كابتن محمود الخطيب ان هو خد كابتن حسن شحاته من ايده وراح حيا جمهور الاهلي، وثم خد كابتن حسن شحاته كابتن محمود الخطيب وراح لجمهور الزمالك قدم لهم التحيه ايضا. يعني نتعلم، المفروض ان احنا ان الروح الرياضيه دي هي اللي يجب انها تكون موجوده دلوقتي، لان للاسف ما عادش موجوده بسبب بعض الشخصيات اللي اصبحت موجوده دلوقتي. وبكده نكون اتشرفنا واتكلمنا عن نجمين بحجم كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاتة، وكده كانت نهاية حلقتنا مع نجمين من نجوم مصر، ونشوفكم على خير في حلقة جديدة من حكاية نجم. سلام.